نبدأ بقى في الـ ناخد هناخد بقى الوظيفة، نركز مع بعض خالص، نركز مع بعض. بعد ما اخترت الكاتيجوريز، لما بختار الكاتيجوريز بتاعتي، ماشي، لما بختار الكاتيجوريز بتاعتي بتظهر هنا بقى اهوت. ثواني اتكلم بس ازاي اعمل اخلي البروفايل بتاعي 100%. تمام، بعد ما خلصنا البروفايل وكملنا البيانات اللي فيه، اعتقد بيبقى البروفايل كامل بنسبة كام؟ 70%. 70%، ماشي. عشان اخليه زي بقى كامل، بعمل فيه ريدنس تيست اللي هو امتحان في القواعد بتاع الموقع. بيبقى 75. تمام، في امتحان في مواقع، في تفاصيل الموقع، او مش يعني ايه سياسة الموقع، هم 11 سؤال. تمام، اوبن بوك بيبقى كاتب لك السؤال فوق كده وتحته لينك الاجابه واربع خيارات، بتختار انت خيار من دول اربع خيارات او خمسه حسب بقى، او في خيارين لو ترو فولس بيبقوا خيارين. المهم السؤال ويبقى تحته لينك الاجابه، بتقرا انت الصفحه مثلا لو دي بتبقى 11 سؤال في ساعه. تمام، بتقراي الصفحه اللي فيها الاجابه بتاع السؤال وترجعي تجاوب. تمام كده، بعد ما بتعمليه البروفايل بيكمل بنسبه 80 او حاجه 80%، بيبقى فاضل بقى ان انت تاخدي امتحان في مهارتك. اللي عايز يغش يغش بقى، انتوا حرين بقى، اللي عايز يغش يغش. المهم بعد كده بيبقى فاضل بس ان انت تعمل امتحان في المهاره بتاعتك، تاخد امتحان مثلا لغه انجليزيه. المهم الامتحانات على الموقع ده ببلاش، تمام، بس ما بتدخلهاش الا مره واحده في الشهر، يعني لا قدر الله لو فشلت فيها. تمام، لو فشلت فيها ما بتقدرش تدخل الامتحان ده لمده شهر. تمام، المهم انت بتاخد امتحان في اي حاجه من مهاراتك دي تدخله، لو فشلت فيه عادي برضه ان شاء الله البروفايل بيكون 100%، مش لازم تعدي فيه عشان يكمل، بس هو لازم تاخده يعرف ان انت دخلت مكانه ان شاء الله. يعني لا ان شاء الله سهل، ماشي. هو ان شاء الله لو على ما اتذكر انت حتى لو فشلت فيه بيكملك البروفايل 100%، بس ما تاخدش بقى فيدباك، يعني ما تاخدش ما بيتكتبش في البروفايل لك اللي انت خدت الامتحان بنسبه كذا، بس بيقوم راح مكمل لك البروفايل بنسبه 100%. كده بيبقى انت ليك 12 وظيفه او 15 جوب، 15 وظيفه في الشهر. البروفايل براحتك، عاوز تعمله بريفيت انت والعميل بس تشوفه، عاوز تعمله وابلك الناس كلها تشوفه، عاوز تعمله اللي انت عاوزه كله. تمام، خلصنا من النقطه دي. حد عنده استفسار فيها؟ على فكره بلاش فرانكو، الفرانكو ممنوع، انا مش هجاوب على اي حاجه فرانكو، اكتب انجلش او عربي واياكم. تمام، حد عنده اي استفسار في النقطتين دول؟ في البروفايل كده خلص من كله، نشتغل بقى على وظيفه. ما تظهرش، ما تعملهاش بابليك وخلاص، بابليك وخلاص. حد عنده اي استفسار تاني؟ بس عشان اكمل هقفل الشات. لا توصل للامتحان ازاي بقى؟ هتلاقيه موجود في التستس، هو اهو اهو اهو، بص فين الصفحه اللي انا كنت فاتحها، اطلع فوق اعتقد هتلاقي التستس موجوده فوق هنا. عاوز اجيب اي واحده بس في ال يعني بص تستس اهي، هتلاقيها بره، يعني هي موجوده في التول بار، اي صفحه بتاعت تلاقي تستس اهي جنب بروفايل، تستس اهي. خلاص 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 استاذ شيرين، مش مستاهل الكلام ده كله، خلاص. تستس. تمام، شفتوها؟ تمام، فالمهم كده احنا خلصنا النقطة دي. حد عنده استفسار في حاجة تانية في النقطة دي؟ البروفايل كده احنا إن شاء الله كده بروفايلنا بقى كامل بنسبة 100%. بعد ما نعمل الثلاث خطوات دول البروفايل يبقى كامل بنسبه 100%، نبدا بقى نقدم على شغل. تمام، هيبقى معاك كام بقى؟ هيبقى معاك 12 وظيفه، 15 وظيفه تقدمها في الشهر. معانا كام دلوقتي؟ 15 وظيفه بنقدمها في الشهر.
اه تقدم على اتنين، ده هو ده كان السؤال، ده الواحد حضرتك اللي كنت سألت السؤال، هي الوحيدة اللي بعتت أسئلة. لا في الأسبوع، في الأسبوع. وممكن توصل ل 25، الحمد لله الوظائف بتاعتي في الشهر، بس الحمد لله بنخلصهم كلهم طبعًا. عدد الوظائف بتاعتي كام؟ عدد الوظائف كام؟ طبعا الافيلبل كام؟ انا مصفرهم 25 وظيفه في الاسبوع. استنى بقى، استنى استنى يا استاذ زيزي، انا دلوقتي شغال في البروفايل، لسه الوظائف هنجيلها دلوقتي. تمام، انا شغال في البروفايل ماشي، انت ممكن توصل ل 25 وظيفه في الاسبوع. انت اول ما بتخلص، ايوه ممكن نساعد حاجتي، في وظائف بتبقى طالبه امتحان معين لازم تبقى معديه. استنى بس شويه ماشي، خلينا بس الاسئله العامه دي سيبوها في الاخر ماشي. 10 كود يا بنت، لسه انت لسه سيزيزي ما عملتيش الامتحان بتاع السكيلز. لا ولا يهمك ولا يهمك، ما عملتيش امتحان السكيلز، اللي على الكوت عنده 10 لسه ما عملش امتحان السكيلز. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تمام، احنا كده هنبدا بقى في الفصل المهم من المحاضره. تمام، هنتكلم عن الجوبس، الجوبس وازاي اجيبها وازاي اقدم فيها. تمام، تمام، هنا بره طبعا كلنا هنبقى شايفين دي، دي الكاتيجوريز بقى اللي احنا علمنا عليها في البروفايل. التكنيكال رايتنج انت بتبقى حاطط هنا بقى شويه بتاع، بتبقى حاطط هنا شويه، انت مختار كاتيجوريز خاصه بيك، يعني قطاعات او اماء، يعني كتالوج كده للوظائف اللي انت مهتم بيها او تعرف تعملها. لما بضغط على اي واحده منهم، تمام، لما بضغط على اي واحده منهم بيفتح لي الصفحه دي. تمام، مثلا نضغط على المالتي ميديا او الفيديو بروديوسر. انا مش فاهم يا استاذ احمد، يعني ايه معلش سكيلز الموقع ولا الانجليش ولا الانجليزي؟ نكمل بس، انتوا اصبروا بس، اصبروا انتوا، يعني انا ببقى بقرا الحاجات، انا صوت ايه ده ايه. تمام، لا لا مش الانجلش، بص بص سكيلز، اي حاجه من السكيلز، الانجلش، الانجلش تيست ده امتحان للسكيلز، يعني لو خدته عادي هو امتحان، امتحان للسكيلز بتاعك مش شرط الانجليزي. حسب انت مثلا فوتوشوب عاوز تدخل امتحان فوتوشوب، تدخل امتحان فوتوشوب، حد يمنعك؟ عاوز تدخل انجلش تدخل انجلش. تمام، المهم لما بنضغط على الكاتيجوريز، اي واحده منهم مثلا بنضغط على ايه؟ على الديزاين والمالتي ميديا، بيظهر لي هنا ايه السب كاتيجوريز، يعني بقى على الديزاين والمالتي ميديا تلاقوا في بقى ايه انواع كتير، جرافيكس ولوجو والاستريتور حاجات كتير. انا مثلا انا حددت ايه الفيديو بروديوس اللي هو شغلي، اللي انا بعمل فيديوهات ماشي، فيديو برودكشن، سوري مش شايف كويس. تمام، لا هيبقوا 15، هيبقوا 15. عشان تاخد ال 25 لازم تاخد ريفيو، اثنين او ثلاثه ريفيو على الاقل، خمسه من خمسه، وتعمل كمان ثلاث امتحانات او امتحانين، يعني مش تاخد امتحان واحد بقى، اعمل شويه امتحانين كمان ثلاثه. تمام، وهو بعد كده هتبقى 25 على قدام، واحده واحده مش مره واحده ماشي. المهم تحت امرك.
هتلاقيه هنا ايه بعد ما تضغط على الكاتيجوريز هتلاقيه هنا ايه بقى هنا ده قسم مثلا ده الديزاين والمالتي ميديا في كل حاجه انت ممكن تشوف ممكن تسيبه كله تضغط على اول هيجيب لك كل الحاجات الخاصه بالمالتي ميديا انا بحب مثلا فيديو برودكشن هشتغل عليه ماشي دي وظيفه اهي دي وظيفتين انا جايبهم لكم معايا او دي صفحه صوره اللي مصورها ماشي دي اقول لكم بس الفرق بين دي بص لو كنت شفت الفيديوهات ديت دي وظيفه نص وظيفه ده مثلا فيديو سب تايتل عاوز حاجه معينه ماشي ده العميل كبدايه ما حدش يشتغل مع عميل الا هو مفعل ال وسيله الدفع وعامل وظيفه على الموقع فالعميل ده كويس اهوت عنده علامه خضراء دافع وعنده سكيلز وعنده ريفيو واخد كذا ريفيو على الموقع بعكس العميل اللي تحت ده اللي لسه جديد وملوش تمام طبعا اللي وقفت وقفه دي في الموقع على الحته دي هيظهر لي الانفو بتاع العميل بصوا انا لو انت مبتدئ ما تشتغلش يعني لو لسه جديد خالص زي كده ما تشتغلش ده مثلا واحد زينا او واحد شغال اصلا فمش فارق معاه الكوتا لان هو شغال بالفعل فانا ببقى خايف بس ان انت تضيع الوظيفه في حاجه مش مضمونه قوي يعني لو انت مثلا ضامن ان العميل في دي يقبلك بنسبه 1% في او 10% العميل ممكن اللي هو الجديد ده ممكن ما يقبلكش بنسبه ايه 3% وهو اصلا ممكن ما تعملش ماشي الحاجات انا بقول لكم الفرق كل حاجه بترجع عليك انت مفيش حاجه اسمها ستوري الامريكي هندي خلاص ماشي انا شخصيا هنا على الموقع ده انا كشخصيا ما اعرفش ما بقدمش في اي وظيفه الا لما يبقى العميل حتى لو لازم يبقى ينفعها ماشي بعكس فريلانسر معلش انا رحت لها هقول لكم لما بروح هناك ان انا بقدم لاي حد حتى لو مش مفعل لو امريكي او اي دوله ثانيه غير الهند وباكستان هناك لو مش مفعلها اصلا انا بقدم يعني ايه كوتا؟ الكوتا يعني عدد الوظائف المتاحه ليك في الاسبوع او في الشهر. عدد الوظائف المتاحه ليك. تمام؟ حته الوظائف دي فيها مشكله كده؟ دلوقتي احنا ده شكل الوظيفه. ده هنا ده الوظيفه اورلي، اورلي يعني بالساعه. الوظيفه دي هنا نوعها اورلي. تمام؟ وهنا دي فيكسد. واحده فيكسد وواحده اورلي. اورلي يعني احنا قلنا بالساعه. يعني ايه بالساعه؟ يعني في اوديسك في كده برنامج بينزل بيبقى موجود اهوت سوري بيبقى انا اهو هتلاقوه تحت نو خالص هيقول لك داونلود التايم تيم او اوديسك تيم تمام تحت هنا اهو تحت الصوره بتاعتك وكده طب ثواني اخلص بس الكلام بتاعي ماشي هنا اهوت هتلاقوا فيه الاوديسك تيم بتنزله تمام لما بتشتغل بقى وظيفه اورلي ها بتقوم رايح مفعله بتشغله تمام هو بيعد وبياخد سكرين شوت يعني مثلا انا شغال وظيفه اورلي ماشي العميل بيبقى دافع مثلا محلك 10 ساعات في الاسبوع فبيبقى دافع فلوسهم للموقع كل لما تشتغل ساعه تاخد فلوسها الفلوس بتوصل نظام الفلوس انا هقوله لما اجي اتكلم عن المحفظه في الاخر المهم الاورلي البرنامج اللي بيصور لك الشاشه ده بعد ما بتشغله بياخد لك 6 سكرين شوت في الساعه بشكل عشوائي وبياخد بقى وبيحسب انت اشتغلت قد ايه ما انت ممكن تشغل البرنامج وتسيب الجهاز وتمشي وهو كله بيعد لا هو بيصور انت بتعمل ولا لا الموز بيتحرك ولا لا في انتاج على البتاع ولا لا وممكن يا سلام بقى لو انت شغال ولا حاجه وقلت اشوف ابص على الفيسبوك وقام رايح لقطه الصور دي بتروح للعميل لو مثلا لقى فيها لو العميل رخم كل قوي ممكن تشتغل وليها مثلا صوره زي ديت عندك انت كنت ما كنتش بتشتغل كنت بتلعب يعمل يكلم الموقع يلغي الفلوس على طول يبقى حق لان انت ما التزمتش بالشغل بالوقت اللي انت قلت انه شغال فيه ان انت اشتغلت له في شغله تمام الفيكس ده بتبقى وظيفه مثلا محدده لك انا عاوز مثلا حد يترجم لي الورقه دي او حد يعمل لي الفيديو ده في يومين مثلا انت بتبقى جامعه اعمله في يوم في يوم مثلا ب 40 دولار لا طبعا ما احنا لو بنقول لك عشوائي 6 صور بشكل عشوائي تمام يعني ايه مش فاهم لا هو عارف ممكن ياخد صورتين ورا بعض ممكن يقعد نص ساعه ما ياخدش
انا المفروض اقفل كل حاجه وفتح بس. ايوه، ما هو انت مش بدات شغل، تدي للراجل حقه بقى، هو مش بيديك فلوس تدي له حق، ده الوظيفه الاولى. تمام، لما الفيكسد بقى براحتك بقى تلعب ما تلعبش، المهم تسلم له الشغل. يعني يقول لك مثلا عاوز فيديو في يومين بعد ما اتفقتوا على الوقت، يقول لك خلاص بعد يومين تدي تعمل ايه بقى، تعمل الفيديو ده في نص ساعه في 4 ساعات في يوم، المهم بعد اليومين. ايوه بس، فتديله بيبقى سعر محدد بقى. انما الشغل الاول ده ما بتبقاش عارف هو هياخد كام ساعه، يعني هو ممكن على فكره هو مثلا محدد 10 ساعات، ممكن يحدد ساعتين، ولو قلت له انا الساعتين مش هيكفوا يزود، كل وانت شغال بيزود بيزود. الفكرة مضمون، كل حاجه مضمونه ماشي، بس برضه حسب العميل انت بتتعامل معاه، وحسب انت ممكن تطلب فلوسك في الاول، يعني ممكن تاخد فلوسك قبل. انت ممكن انت اللي تنصب على العميل. انا والله 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 ما اقول لكم، يعني هي بالصدفه اهو، كنت على موقع فريلانسر ماشي، والله لسه الراجل مديله فلوسه النهارده. تمام، فانا معايا فريق شغال بيعمل المطلب ديزاين، يعني حاجات في الرياضه انا اصلا ما فهمش فيها، بس كان في عميل يعني ناس شغاله جروب تحتي، فقالوا لي احنا هناخد الحاجات دي لو جت لك بتاعتنا يعني. فانا في وظيفه العميل اللي شغال معاه من زمان، فهو احنا اتعودنا ان هو بيدفع لي فلوس في الاول، فاداني الفلوس كانت وظيفه ب 150 دولار، ماشي هيعمل له شكل معين يعني كده في نوع معين، حاجه اسمها ماتلاب، ده برنامج بيعمل معادلات وكده. تمام، فدفع لي الفلوس وكل حاجه. بعدها بيومين قلت له انا عندي مثلا امتحانات والناس اللي معايا والناس اللي معايا مش هيقدروا يعملوه كده. فهو كان اداني الفلوس، حظه بقى ان الموقع كان عندي ليه ايه، كان كنت انا المفروض اكتب حاجه معينه كده، فقلت له استنى اخلص امتحاناته وهبعتها لك. تمام، فالفلوس كده فضلت معايا دخلها حسابي، يعني انا لو عاوز استخدمها في اي حاجه هستخدمها، هي خلاص بقت بتاعتي، عملها عمل لها ريلايز، مش مجرد ميليستون وخلاص، مش مجرد مقدم، لا ده هو كمان اداها لي دفعها لي، بقت بتاعتي اتصرف فيها زي ما انا عاوز ماشي. فلسه والله واخدها النهارده بعد ما ظبطت الحاجه، بعتهم عملت له وظيفه عادي خالص هناك وبعت له الفلوس. فانا كنت ممكن انصب عليه والفلوس والموقع مش عنده حاجه، لو راح للموقع هيقول له انت اللي عملت لها تحرير الموقع، حتى لما تيجوا تقراوا كده الانفو بتاع الموقع هتلاقوا حاجه مكتوبه ان الموقع غير مسؤول عن التحويلات الماليه من العملاء. تمام، انما لو هي لسه في الموقع يقدر تعملوا ديبوزيت ليها او تدخلوا في صراع وكل واحد يتكلم ويجيبوا تحكيم من الموقع وكل حاجه، انما لو حد اداها للتاني ما ينفعش ياخدها. فمعظم الوظائف بتبقى موجوده في النص، بتبقى الفلوس في الموقع، لما ده يخلص يزقها للتاني، لما ده يخلص يزقها للتاني. لو انت كنت اخدتيها. حاضر حاضر، لو انت كنت اخدتيها يعني اخدتيها خلاص، يعني العميل خلاص حطها لك في حسابك، ويعني عمل موافقه مثلا وعمل فيدباك وكل حاجه تمام، ورجع قال لك بقى وانت قلت له لا ده انا عاوز، لا بتعمل ايه بقى؟ هنا هو في موقع اوديسك، في موقع اوديسك ما ينفعش ماشي، لان هي بقت بتاعتك، يعني بتوديها بس على ماني بوكر او بيبل، بعد كده تحولها له، مفيش مشكله لو انتوا يعني في بينكم صفه، بس الثقه لازم تبقى موجوده بقى، لانه خلاص بقت بتاعتك، يعني انت ممكن حد ما تديهالوش ماشي. في فريلانسر بقى احلى حاجه ان الاكونت هناك ينفع ان انت تبقى بيها عميل، وفي نفس الوقت تعمل شغلانه الناس، فانت بتعمل له شغلانه عادي بالمبلغ ده وتديها له، بيقبلها عادي وتدي له الفلوس بتاعتها ماشي. برضه دخلتونا في فريلانسر، انتوا مش سهلين على فكره. المهم ماشي، نكمل بقى. فاحنا احنا عرفنا كده الفرق بين الاورلي والفيكسد ماشي. لما لو ضغطنا مثلا على حاجه زي دي بقى، نضغط على وظيفه من دي ماشي، بتلاقوا كلمه ابلاي، معلش انا ما عرفتش اجيب الابلاي بتاعت عنه، ما هتضغطوا على دي مثلا بيجي لك ابلاي ماشي، هعمل ابلاي بقى الوظيفه ماشي، بتلاقوها بالشكل ده. هي راحت فين؟ ايوه بتلاقوها بالشكل ده، تمام بتلاقوها بالشكل ده، الصوره واضحه. المشكله ان جوده الصور دي بتبقى مش حلوه. المهم
مش مهم، كل واحد يفتح كده يعمل ابلاي لوظيفه زي ما انا قلت، ويجيب الخانه دي قدامه كده، ما تملاش البيانات بس عشان اقول لكم البيانات هيبقى المفروض تعمل فيها ايه. ماشي، ايه المهم؟ مش دلوقتي، اصبروا بس اما نعرف ازاي نقدم في وظيفه. بتعمل ابلاي للوظيفه، بتعمل ايه بقى؟ هنا اهوت لو الوظيفه مثلا فيكسد بتكتب هنا، هو مثلا بيبقى قايل انا الوظيفه فيكسد اخري كذا، مثلا هدفع فيها $40. انت بقى تحط اي عدد من واحد لغايه ما يبقى ايه $40 بالفي بتاع الموقع. ماشي؟ بالفي بتاع الموقع هنا بنكتب. هنا هو بقى عارفين الخانه بتاع الافورت ادي بقى، بتقول انت هتظبط له المقدر كام؟ ما هي مش هتكبر، هتبقى وحشه. هو انت ما تعرفش تفتح الصوصه، ما تعرفش تفتحي تعملي وظيفه كده تعملها ابلاي، بس ما تدخليش فيها، مش هتاخد من الكوتا، يعني ما تعمليش كونفيرم. ماشي، المهم يبقى الخانه ديت بتكتب فيها المبلغ اللي انت عاوزه في كام في الوظيفه. تمام، هنا هو بتكتب بقى المقدم، عاوز كام مقدم في الميه؟ 50%، 100%، 70%، عاوز كام مقدم قبل ما تبدا؟ وان هو بقى بتختار المده اللي انت هتعمل فيها الشغل، في اقل من اسبوع، في اسبوع، في شهر، في الوقت اللي انت عاوزه. ثواني، بتقول ايه؟ لا الموقع، طب ثواني بس اخلص الخطوه دي ونسال، عشان خاطري ما حدش يسال، يعني لما ابقى شغال في حاجه، عشان خاطري لما ابقى شغال في خطوه استنوا، يعني عشان بس ما اقفلش الشات، عشان ايه ما اقعدش اقفل وافتح، عشان ما نتعبش بعضين. لما اخلص خطوه شرح هقول اسال هو فيها. ماشي، انا هشرح هو الاول. ماشي، هنا بنحط المقدم من واحد لغايه 100%. ماشي، هنا بنحط الخانه اللي هي بتاعت باخد انا الوقت اللي هعمله في الشغل ده قد ايه. هنا بقى بنيجي للحاجه المهمه جدا، الكفر ليتر. الكفر ليتر او الديمو ديت الرساله اللي انا ببعتها للعميل، بوصف له فيها امكانياتي واقول له ليه انت هتختارني للشغلانه دي. يعني من الاخر خطاب اغراء، يعني اقول له انا كويس للشغلانه دي عشان انا عندي كذا وكذا 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 وكذا، يبقى بشكل منظم ومحترم. ماشي، بعد كده بحط هنا هو الاتاتش، لو انا عاوز اعمل ده براحتي، عاوز اعمل اتاتش او ما اعملش، انا مش هجاوب على الاسئله دلوقتي. لو انا عاوز اعمل اتاتش لاي حاجه مثلا لصوره لمقاله او كده، ماشي، بعمل ابلاي. اما بعمل ابلاي بقى بيروح للعميل الحاجات اللي انا دي كلها، لو وافق عليها بيعمل لي هاير، لو وافق على الكلام ده بيعمل لي هاير. واعرف ازاي انه اتعمل لي هاير؟ بتلاقي انه جالك نوتيفيكيشن ان العميل عمل لك هاير، وافق لك على الشغلانه، وبتدخل في ماي جوبس، اهو ماي جوبس ده اهي، بتلاقي فيه عقد موجود يقول لك ان العقد ده كذا كذا، وتلاقي فيه بقى موجود خانه إيه، سواء دفع مقدم او ما دفعش، يقول لك فوق الكذا من كذا او ما دفعش. لو ما دفعش ممكن تكلمه في ناس تقول له لو سمحت انا عاوز مقدم كذا، انا متفق على مقدم كذا، هيغير، والعقد قابل للتغيير في اي وقت وقابل للتعديل بين الطرفين. خلاص كده نجاوب بقى على الاسئله بتاع حضراتكم. ماشي، لو سؤال انا شفته وانا قلت اجابته مش هجاوب عليه. طبعا المقدم ينفع 100% زي ما انت براحتك، عاوز مش مقدم خالص براحتك. ماشي، استاذ عزيز بتقول ايه؟ طيب في وظيفه كان عميل قايل فيها انه هيدفع $5 لكل 15، انا مش فاهم حاجه، مش فاهمها استاذ عزيز، مش فاهم. يعني انا لابد ان العميل على طول اشوف اعلان، يعني انا لا ابدا العمل على طول؟ اه طبعا. تبدأ تشتغل ازاي؟ يعني هو انت فاكر انت لوحدك اللي مقدمه؟ في 500 واحد تانيين مقدمين، اللي بيختاروا بقى بيعمل له هاير. ما انت ممكن تقعدي تشتغلي وهو مش مختارك، هتشتغلي في الهوا. ماشي، مالها يعني هيدفع $5؟ انا استاذ صفاء مش واخد بالي، استاذ زيزي بس انا مش ما حدش لو سمحت ما حدش يسال سؤال، انا اشوف الاستاذ بس الاول. العميل كان قايل ان في وظيفه ب$5، تمام؟ وبعدين؟ وانا كتبت وانت هتاخدها ب $2، كويس، هيديني كده $2
على كود المقالات ولا $2؟ طب وكان هيدفع $5 على ايه؟ كان هيدفع $5 على ايه؟ على المقالات كلها ولا على كل مقالة؟ قال هو قال $5 لكل 15 مقال، يبقى انت هتاخد $2 لكل 15 مقالة. وصل كده؟ اللي بعده بقى، مين اللي بعده؟ لا دي بترجع لك انت، لو انت مثلا يعني انا لو مثلا حالتي كويسه ومش محتاج في الاول لان اعمل اسمي ماشي، هقدم الشغل اللي ب 30 هخليه ب 10 دولار ب 3 دولار ماشي ب 3 دولار. طبعا في السعر بيبقى عامل مؤثر، بس مش في كل الاحوال، في وظائف بتحتاج خبره اكتر من الفلوس. تمام. انا يعني ايه بعمل ايه؟ انا مش فاهم تصال الاستاذ محمد بيقول ايه. لما بنقبل في وظيفه ممكن اتواصل مع العميل خارج الموقع، يعني على ياهو، يعني اتكلمت في الحته دي المره اللي فاتت. ممكن تتواصل معاه كل حاجه، بس خلي الداتا كلها تبقى على الموقع، يعني خدها كاب بتاعي. انا معظم عملائي انا نفسي بحاول اجيبهم على سكايب عشان لو حصل اي حاجه او كده في يوم يبقى هم عندي، وبرضه بيوصلوا لي بسرعه لو عايزين حاجه تانيه. سهله ماشي، سهله سهله. ما هو لما بيشوف اللي اشتغلت على طول يعرف اللي كويس وجد عادي. بس عادي لو عملت له الشغل وبعته له مفيش مشكله يا استاذ شريف، بس لو ما بصلكيش ما تزعليش. يعني لو عملته له وما بصلكيش ما تزعليش، يعني ما تقوليش انا عاوز فلوسي. هحكي لكم قصه كفاحي بس بلاش ماشي. طبعا ممكن، وعنده حق، ما انت عملت له الشغل، ما انا عشان كده بقول الطريقه اللي تضمن بيها حقك. الطريقه بقى عشان ترفع بيها شغلك، لا ولا تليفون. انا ما عملتش ولا تليفون في الشغل، وده بالعكس على فكره، لو العميل طلب تليفونك وكلمك انا والله تصدق لا مره واحده ماشي، يبقى هو عاوزك بالفعل، وده حاجه حلوه مش وحشه. يعني يا ريت مين فينا العملاء يبقوا متابعينه على التليفون. ماشي مفيش مشكلة. نتكلم بقى في النقطة بتاعت رفع البتاع. أنت مثلا بترفعي لو ممكن في مسج بينك وبينه في مكان للأتاتش، بس الأتاتش فايل في المسج ما بياخدش أعتقد أكتر من 15 ميجا. ماشي؟ ممكن مثلا أنا مثلا بعمل فيديو ببعته له إزاي؟ لو هو مثلا فيديو كبير برفعه على حاجة زي ميديا فاير، رابط شير، وأديله اللينك بتاعه أدونه. تمام؟ لو فيديو بابليك أعمله مثلا، يعني بحاول اقوله في اي حد، ابعته له على الميل. ثواني بتقول لا انا ممكن اعمل شغل بعد حضرتك شفت المحاضره اللي فاتت، في وظيفه والعميل مش يوافق عليه ونكسر الوظيفه، ولا طالما وافق يبقى لازم يتقبل الشغل، وبعد كده ممكن اخد فيدباك مش كويس. هو ده صح. لو احنا مثلا عميل، ما هو في الاول برضه بيطلب مثلا ايه؟ استاذ محمد، استاذ محمد شغال في ايه؟ لو سمحت ما حدش يسال سؤال الا ما اقول اساله، انا دلوقتي مش عايز اسئله ماشي؟ اما اجاوب على السؤال ده هقول اساله. ماشي؟ انا مهندس اتصالات والكترونيات، يعني بتعمل ايه برضه؟ مش واخد بالي. يعني انا اعتقد على فكره المجال ده مطلوب جدا على الفريلانس، بتابع معايا. بتعمل مثلا مشاريع في ايه؟ تكتب مثلا، يعني انا اختار مثلا انت تكتب تقرير في تقرير عن الهندسه الاتصالات والالكترونيات. انا بشوف البتاع دي بجد بس ما اعرفش يعني ايه. والله ممكن يكون عملت وظائف فيها بس ما اعرفش، المهم. ماشي، هنفترض ان العميل، ايوه هنفترض ان العميل مثلا طلب منك انت تعمل له تقرير عن الاتصالات والالكترونيات. استاذ انا قلت مش عاوز اسئله الا لما اخلص السؤال لو سمحت. ماشي، اما اخلص اقول السؤال اللي بعده. استاذ محمد، هنفترض مثلا العميل طلب منك ان انت تعمل تقرير عن هندسه الاتصالات. ماشي، هو في الاول طبعا طلب يشوف اي حاجه انك انت عاملها قبل كده، شافها وعجبته. شافها وعجبك قبل ما اعمل لك هايط، عمل لك هايط
ماشي، اول حاجه في فائدة بقى لو ما عجبتوش، لو هو بيتشكك او هي ما عجبتوش. ثواني ثواني انا ما اتكلمش، بس ثواني ثواني ماشي. بص بص، لما اسكت لما اسكت بس بعمل حاجه او كده، ماشي، او الصوت لو راح ماشي. فالمهم، فانت كده لو عملت شغل وحش هيرفضه وهياخد فلوسه وهيديك فيدباك وحش، ماشي. انما بقى هو في الحاله دي احنا بنلجا لحاجه اسمها ايه؟ اسمها الديبوزيت. يعني بتلجاوا انتوا الاثنين لتحكيم الموقع بقى. هو يقول كلام وانت تقول كلام والموقع يحكم بينكم. لو وصلتوا لاي مثلا نتيجه خلاص. ما وصلتوش للنتيجه، لو وصلتوا للنتيجه خلاص ومفيش فيدباك في الناحيه دي. ماشي؟ هو بيقول خلاص الناس تشارك على لو ما وصلتوش للنتيجه بقى كده ممكن بقى يديك الفلوس ويعمل فيدباك. لا، لو خد الفلوس ما يديكش فيدباك مش كويس. وصلت الفكره؟ اتفضل يا استاذ زيزي اسالي. خلاص؟ لا بص، في عملاء متفاهمين. انا مثلا اقول لكم، انا لما بشتغل ما بتفهمش، ما تزعلوش مني. لما بشتغل يعني انا لما اشغل ناس كتيره في موقع، لما بشغل ناس على موقع فريلانس معايا مجموعات كتيره فيها، ولسه المجموعات اللي احنا هنعملها في مجموعه جروب كامله كده يبقى اسمها مس ودريم كومباني، يبقى في كل التخصصات ماشي. اما بتعامل مع الناس ما عنديش تفاهم، ممكن اخد الفلوس اديها له او يديها لي واديله في الباب عشان بيضيع الوقت. ماشي، في عقل متفاهمين، انا مش متفاهم. انا اللي بيشتغل يشتغل بجد، اللي ما يشتغلش ماشي. احنا الكلام ده كله بقى بعدين يعني، بس انا بتكلم انت دلوقتي احنا بنسال بنستفسر حاجات معينه ماشي كده. احنا فضلنا حاجه واحده على الموقع ده، الفلوس صح؟ الفلوس بتبقى نظامها ايه؟ وباخدها ازاي؟ وازاي اربط الموقع بتاعي بالماني بوكرز او ببايونير او بيبل او كل حاجه صح؟ في حد الاول عاوز اي حاجه في سوق شفت الوظائف؟ تمام. في اي حاجه، في اي حاجه في شفت الوظائف مطلوبه؟ لو سمحت بس عشان انا كده مش بص، ممكن تكلموا بعض في الشات بتاع، بس عشان بس احنا هنا عشان الناس تجاوب على الكل، مش عشان اعرف الوظائف فيها ايه. ماشي، ممكن تواصلوا مع بعض بعد ما نخلص. يعني ايه الاختصار؟ انا مش فاهم يعني ايه الاختصار استاذ زيزي، مش فاهم. على موقع بيبقى في المسج هنا، بص بص مسج هنا، شايفين المسج دي؟ لما بيبعت لك هو الاول تضغط عليها تلاقي المسج اللي جاي، تلاقي علامة واحد علامة اثنين وهكذا. مسج دي بتلاقي بتكلمني بقى في يعني مسج كده، تكلموني ويرد، تكلموني ويرد عادي. تمام. في ايه تاني بقى؟ حد عنده اي حاجه في الوظائف؟ انا مديني الاس دي يعني الساعه، بتبقى موجوده في الساعه، تبقى موجوده فين بس عشان ابقى واخد بالي. انا مش مصمم جرافيكس بس انت على فكره، انا كل اللي اعرفه شويه بصوت في برنامج، وبدات اتخصص في برنامج اسمه افتر افكت لو بعمل الفيديوهات دي. حاليا انا بدرس زي زيكم، انا بدرس يعني انا مثلا دلوقتي انا بدرس برنامج الماي، انا بدرسه عادي لسه بادئ فيه، انا مش متمكن ولا كل حاجه. انا ممكن اعلم ناس ترجمه ماشي، لما ادرس ترجمه اه ده مش انا ما بصراحه. انا بصي انا اقدر اقول لك الشكل العام كده بتاعها، مش معرفش بصراحه يعني ايه اس دي، بس هو فيكس برايس ماشي. البادجت بتاعته 10 دولار، مش اكتر من كده. ما اعرفوش ده بصراحه، انا مش شايف له فرق. تاني تاني انا سالت السؤال ده في المحاضره اللي فاتت، مش هجاوب عليه. شوف المحاضره اللي فاتت، انا قعدت اتكلم ساعه وربع في النقطه دي. بص يعني
يعني ايه الفيس كود الافتر افكت؟ استنى بس اقول لاستاذ، بصوا انا مش عاوز اتكلم في السنه، الكلام في ان انا اختار مجال ايه او اتاهل لوظيفه ايه، الشاشه دي خليها اخر حاجه خالص ماشي. خلينا دلوقتي في اسئله، ما حدش يسال تاني، ما حدش يسال لو سمحت، عشان انا كده السؤال ده، ثواني. استاذ ساره ايه، انا لسه بادئ في فوتوشوب من كام شهر وعايز اتعلم برنامج تاني افتر افكت، ابدا افضل اتقن ولا الفوتوشوب لانه لسه في بدايته؟ انت دماغك جايبه تصممي صور ولا تعملي فيديوهات؟ برضه الاسئله دي للاخر، اسئله الشغل ديت ورايي انا او نتناقش فيه خلوها في الاخر ماشي. ازاي ابقى على تواصل مع العميل واعرض عليه الشغل وابقى متواجد على النت على طول؟ بص الحته دي مهمه جدا. تواجدك على النت على طول، التواجد بتاعك على النت على طول في الاول كويس ماشي، بس العميل بتفرق فيه بقى. موقع زي فريلانسر يظهر قدام الناس العملاء الاونلاين والاوفلاين ماشي، فانت لو اوفلاين والامكانيات مش هكلمك، بعكس لو ما حدش يعرف في الموقع ده انت اونلاين ولا مش اونلاين، فدي الفرق. ممكن اوديسك وايلانس ما يعني تصدق ايلانس برضه فيه اونلاين واوفلاين، اوديسك ما فيش يعني انت براحتك ممكن تعمل تشيك كل 5 دقائق، كل ساعه تعمل تشيك مش مشكله، انما في مواقع بيبقى فيها واضح انت اونلاين ولا مش اونلاين. خلينا بقى في وظيفه، ممكن اقدم على كام اقدم في كام وظيفه؟ ما انا قلت حسب الكوتا بتاعتك. على موقع هنا انت لما بتخلص تعمل التستات اللي احنا قلنا عليها بتاخد 15 وظيفه، عشان توصلهم ل 25 في الاسبوع بتعمل اللي انا قلت عليه برضه، لازم تاخد في الاول فيدباك وتعمل امتحانين في السكيلز وكده وتفتح فيهم بقى. بس لما نخلص اتكلم بقى في حته ثانيه في الحته دي، انا هقول بصوا عشان ايه، بس سيب بقى المجال مفتوح بعد كده، هشرح الحته بتاعت الفلوس بقى دلوقتي عشان بعد كده اللي اسال في اي حاجه يسال. تمام؟ هنتكلم دلوقتي عن ايه الفلوس، الوالت دي ده المحفظه بتاعتي. بعد ما بخلص شغل، عملت شغل وخدت فيدباك والفلوس وصلت وكل حاجه، الفلوس بتيجي ازاي؟ الشغل اللي بالساعه الوظيفه بتاعته، الفلوس بتاع الساعه، الفلوس بتبقى بعد ما بخلص كل ساعه ثلاث اسبوع الفلوس بتيجي في الاكونت بتاعي. تمام؟ يعني انا مثلا اشتغلت النهارده كل يوم اثنين عندهم كل الفلوس بتطلع كل يوم اربع، كل يوم اربع الفلوس بتوصل، يعني مثلا ايه الفلوس بتيجي الاكونت بتاعي بعد يوم اربع بعد ثلاث اسابيع. مثلا النهارده ايه؟ النهارده الاربع، النهارده مثلا الثلاث، انا خلصت شغل الاسبوع ده، عملت مثلا ثلاث ساعات الاسبوع ده ماشي، ثلاث ساعات ماشي، اخد فلوسهم امتى؟ الاربع ده لا ثالث اربع بقى في الاسبوع اللي انا فيه، يعني مثلا انا النهارده الثلاث بكره الاربع، ثالث اربع بقى بعدها الفلوس تكون وصلت الاكونت بتاعي، يعني يعتبر بتاخد فلوسك كل شهر ماشي. بس مع الوقت بقى بتبقى شغال على طول، فانت بتلاقي ايه الثلاث اسابيع بتاع الثلاث اسابيع ده جه مع الثلاث اسابيع اللي بعده، فانت حاسس ان انت بتاخد كل اسبوع فلوس. بص الفكره الفيكسد بتبقى الاسبوع ده على طول، يعني مثلا انت الفلوس بتاخدها النهارده اول ما تاخدها على الاربع على طول. تمام؟ لما هو بيديها لك ما تاخدش ثلاث اسابيع ولا حاجه، بس الثلاث اسابيع بقى بتاع الاوردر بتقعد ايه؟ اقول لكم الفكره بتاعت ان الاوردر بياخد ثلاث اسابيع. اول اسبوع الموقع بيعمل بيبص على الصور اللي هي بتاخدت دي، انت اشتغلت كويس ولا لا، ويبعتها للعميل. العميل بياخد اسبوع يبص فيها يقول اه خلاص الراجل ده اشتغل كويس، والصور اللي اتاخدت للشاشه كويسه، ما فيهاش فوت، ما فيهاش ياهو، ما فيهاش سكايب، ما فيهاش الكلام ده ماشي. تالت اسبوع بقى بتوصل لك انت بقى بعد ما العميل يعمل كونفيرم عليها تكون وصلت لك. بص الفكره كده، بتجي لك الفلوس هنا يا عم في اليوم ماشي. اول حاجه انا بعمل ازاي اربط بقى الاكونت بتاعي بالماني بروكرز او البايونير، بضغط على كلمه اد انذر ويست زون موشن ماشي، بعمل بضيفها، بتلاقوا في بقى خيارات ايه؟ بتلاقوا في السكريل بتضيفه اللي هو الماني بروكرز، تمام؟ بتضيفه او تضيف البايونير، بتضيف بايونير براحتك. ولما بتيجي بقى تبعت الفلوس بتبقى هنا، تعمل ويز درو مثلا، الفلوس اللي فوق ديت يعني اللي معايا في الحساب دلوقتي 20 دولار دول، في مثلا فلوس مثلا دي كام تمام او مش فاكر مش مهم، الفلوس اللي تحت دي بقى اللي لسه داخله هتيجي الاسبوع الجاي، يعني دي معاك بس لسه هتيجي الاسبوع الجاي تقدر تحولها، هي لسه يعني في طريقها ليك،
ماشي، يبقى دي اللي تقدر تحولهم او تسيبهم، سيبهم لغايه ما يبقوا مبلغ كبير، بتعمل بقى ويزدرو. الويزدرو ده بقى ايه؟ بيروح بيروح بقى للسكرين، بتاخد اللي هو الماني بوكرز، بياخد عموله دولار على كل تحويل. يعني لو محول ال 2 دولار ياخد عليهم دولار، لو محول 1000 دولار ياخد دولار. ويوصلوا الماني بوكرز وقتها بقى، بيوصلوا وقت، بيوصلوا وقت، يعني اول ما بعمل ويزدرو كده بتوصل وقت، في سنه تلاقيها وصلت الماني بوكرز، بعكس المواقع الثانيه اللي هنتكلم عليها في وقتها. فكره الفلوس كده وصلت، وازاي اربط حسابي بالماني بوكرز، اربطه بالحساب بتاعي. الفكره دي بس وصلت، بس بيكون ملاك سقف اللي انت عايزينه بقى. كل يكتب رقم واحد، اللي فاهم يكتب رقم واحد، واللي مش فاهم يقول عيد تاني. قلت لكم ببساطه خالص. تمام. قولوا لي بقى كده المجال معاكم بقى، اللي عايز يسال في اي حاجه. اللي عايز يسال في اي حاجه. عادي، اللي عايز يسال ما يسال براحته. بس انا هقول بس خلاص. هما اتنين بس، سيرش شرير. تتعلم ازاي بس؟ استنى ثواني. خلاص بقى ماشي، خلاص خلاص ثواني، ما حدش يفتي. هضطر اقفل الشات ماشي. الافتر افكت او اي برنامج عاوز تتعلميه، في كورسات موجوده ليه، عباره عن فيديو بتشوفيها وبتعمليها ماشي. انا كنت بقول لحضرتك لينك كده تنزليه، كده اعملي له داونلود وتنزلي كورس وتتفرجي عليه وتقلديه، واديتك لينك البرنامج كده تنزليه. تمام. اي كورس كده، اي كورس بنجيبه سواء من مواقع بننزله وبنتفرج عليه وبنقلد، او تقدر تقلدي بسنه او سنتين. تمام. بس وانت لسه، وانت راجل اما تتعلم لازم تشتغل بقى. تمام. بالنسبه للتقديم، انت لو ما عملتش الامتحان ليك وظيفتين بس تقدم عليهم في الاسبوع، وظيفتين بس في الصف. اسئله ثانيه؟ ايوه ايوه ماشي، مفيش مشكله. بيبعت لنا اديك اللينكات تنزليه، بس يا ريت بقى يعني تشوف حد يوريك ازاي تنزلي من مواقع تورنت. في مجموعه مواقع في كده طريقه تنزلي منها ماشي، لان لازم تشوف حد بيعملها قدامك، او تخلي حد يوريك. خلي حد يوريك منك، تقول له عاوز اعرف ازاي انزل من مواقع التورنت، اعمل داونلود من مواقع التورنت. ايه افضل ثلاثه حروف فلوس، بيبل ولا سكيلاند؟ قلت انت عندك بيبل استيراد؟ استيراد منين؟ لو انت عندك بيبل طبعا افضل، افضل حاجه في بيبل. هتكلم في حته الماني بوكرز ده، بس مش دلوقتي، هعمل بقى فيديو خالص اما اخلص المواقع. سيبك وصل الفلوس للماني بوكر الاول. احنا قلنا ايه؟ ايرن ذن ريموف ان، يعني اتعلم بعد كده يعني. لا ما تفعلش، هو اتفعل بس ما ينفعش تحول منه فلوس للبروك. تستخدمه ماشي، يعني تشحنه وتشتري بيه، انما ما ينفعش تحول منه. لا لا خلاص، الشغل الاول لما يبقى معاك فلوس، انا ان شاء الله لما اكون خلاص بس كلها، اخر حاجه هقول ازاي بقى احول الفلوس للبنك. يا جدعان ما تستعجلوش، ما تستعجلوش، اما تمسكوا الفلوس الاول، لما تشتغل اشتغل الاول وخد الفلوس بعد كده. مش مشكله، مش يعني مش حل ماشي. بس الفكره بشكل عام بتربط، زي ما احنا ربطنا كده الحساب بتاع الاوجست بالماني بوكر، بتربط الماني بوكر بتاعك بالبنك. الطريقه هبقى اقول لكم عليها وقتها، واعمل بيها بتاع. انا مش فاهم سوشي ليه بتقول ايه؟ كده موقع اوديسكي فيه حاجه؟ انا مش عاوز حد يقوم لي على الموقع اللي هو فيه كل حاجه، كده الموقع ما عادش تاني صح؟ ومين اللي يبعت البيت؟ مين اللي يروح البيت؟
مش للبيت طبعا. الماري بوكر قلق، هو مش اكتر من وسيط. الماري بوكر مش اكتر من وسيط، وسيط بيساعدك ان انت توصل فلوسك من المواقع للبنك. تمام؟ اسئله تانية؟ يلا اسئله تانية. لا لا، تحت امر خالص. لا مش شرط، انا عندي وما بستخدمهاش، لان ربطه بالحساب. الفلوس بتوصل للحساب بتاع البنك بس. الكريدت كارد من الاخر مهم للناس اللي بيشتروا من على النت. يعني انت لو شغال بتشتري مثلا لبنان، بتشتري اي حاجه من على النت، مهمه ليه؟ لو من مصر فلوس تدخل بمصر. ثواني بقى اقول لكم، ثواني اقول لكم على حته البند عشان اللي لفيت لها البنوك كلها. ماشي؟ يا اما تعمل حساب بالدولار عشان تاخد فلوسك بالدولار، يا اما هم بنكين ممكن تعمل فيهم. لا يعني هو بنك واحد، بنك الاهلي ستيج جنرال. الاهلي ستيج جنرال ده انا شخصيا بتعامل معاه. ماشي؟ بتعمل حساب بالمصري خالص. بياخد فايده من 3 ل 5 دولار في التحويله، وبتاخد فلوسك اما هو بالمصري. لما بيتحول عليها بالدولار بيفتح حساب فرع على نفسه خالص، وبتقدر تسحب الفلوس بالدولار او باليورو العمله اللي انت محول بيها. اي حساب تاني لازم تعمل حساب بالدولار فيه. بس هم قالوا في بنك كويس جدا اسمه بنك فيصل الاسلامي، ده علياء بقى، الاستاذ علياء هي اللي فكرتهم فيه، هي اللي اتعاملت معاه. يقول ما بياخدش، ممكن باين تفتح باين مصري تعمل عمله، ما بياخدش عمله خالص، يعني ما بياخدش عموله، ما بياخدش عموله. تمام؟ بس انا عرفت الحته دي بجد، يعني هي شغاله دلوقتي. انا عرفت بعد ما انا اتعاملت مع لاند ستيشن رام، فمش مشكله بقى، يعني انت بتبقى خلاص بقى مش هتفرق. انا والله قلت الاسئله كلها يا استاذ. طب قول اسال، اسال تاني. احنا دلوقتي لسه هو، يعني اللي عايز يسال اسئله في اوردرسك يسال بقى، مفيش مشكله عادي. لو مصري الفلوس تتحول بالمصري، وما اعرفش يعني بياخد فايده كام. المال بوكر من حقه، المال بوكر بياخد 2 دولار. يعني المال بوكر نفسه عشان يحولها بياخد 2 دولار. تمام؟ ممكن بقى البنك بتاع يكون بياخد او ما بياخدش. انت اصلا ما بتحولش هنا معاك مبلغ مش اقل من 200 دولار، ما تحولش اقل من 200 دولار. ماشي؟ احنا لسه ده موقع واحد لسه. تمام؟ ايوه، في ستو جنرال، وعارف لسه جالك بالدولار وتاخدها. ده انا شغال بيه، ده انا المنظومه، انا شغال بيه انا شخصيا. استاذ راجل انا شغال بيه. ادخلي على ماني بوكر، بصوا سيبوها بقى، انا هنزلها في الفيديو. ماشي؟ اشتغل بس الاول، جمع فلوس. اكونت ماني بوكر بيتعمل زي اي اكونت قاعد في الموقع، وتسجل عليه وتعمل اكونت وتملي بياناتك صحيحه وتعمل اكونت باسمه. بس انا الطريقه هتبقى عامل ايه؟ هعملها فيديو وانزلها بس اما اخلص المواقع. نشتغل نجيب فلوس الاول يا جماعه. سيبكم من الفلوس، سيبكم من ازاي احولها. هو الفلوس دي عشان احولها؟ يا ست انا مستعد اشتغل وهاتي فلوس وقول لي معايا فلوس دلوقتي، ده انا هسهر معاك يوم كامل اعمل لك الخطوات كلها لغايه ما الفلوس توصل لغايه البيت كمان. العمليه دي ما بتاخدش 10 دقائق، بس احنا كده على طول مستعجلين. تمام؟ حد عنده اي مشكله؟ اسئله بقى. سنساره انت كنت قلت على اسئله. طب اسالي تاني، اسالي. ممكن ما اكونش قلتها. لو انتوا بتخافوا تسالوا في الاخر تقعدوا تكتبوا في الجروب، وفي حاجات ما ينفعش نوصلها كتابه. ماشي؟ او ناس تبعت لي مسج في حاجات ما ينفعش، وانا ما بحبش الكتابه بالعرض او الكتابه كتير. ماشي؟ والله العظيم بيبقى عندي مسجات كتير، يعني لو اتاخرت على حد، لو اتاخرت على حد تبقوا تعذروني. انا مثلا عندي مسجات كتير. ماشي؟ وعندي دراستي. ماشي؟ وعندي شغلي.
فده كله برضه زي اي حد زيكم، المفروض ان يبقى عنده حاجات كتير، محدش يزعل مني لو اتاخرت عليه في الرد. ممكن مثلا بالصدفه كده من كتر الرسائل سبت واحد ما ردتش عليه، ما يزعلش مني عادي. ايوه لو بتكرر مش فاهمه اساليه، انا هنا انا معاكم، الكلام ما فيهوش مشكله، اعرف اوضح واعمل لكم صور وفيديو كده على خير، عاملين امتحانات وربنا يستر. في عملاء بيطلبوا، انا عندي عملاء، انا عندي هنا في الاسكيب كتير. يا رب ماشي السيناريو وكملي. بصي انا اتكلمت فيها المره اللي فاتت، بشوف الاسئله اللي انا قلتها بس باختصار، هو بيسس الموقع ماشي، ضد سياسه الموقع ماشي، بس دي تساهلات بسيطه ماشي، بتربط بس انت عشان تضمن حقك لما تروح بره انت مش ضامن حقك كده ماشي، بس ممكن تعمل، هم برضه الموقع عارف ان الحته دي ممكن تخترق، فحاطط لك حاجه في الوظيفه كده ممكن تحط فيها اتاتش فايل بالمحادثه اللي دارت بينكم بره، تحطها وتقول الموقع اللي دار بيني محادثه كذا وكذا وكذا وبين لو العميل لو حصل يعني اي مشاكل ماشي. بس دي السهولات بنعديها شويه، لان هم مش يعني هم اللي يهمهم نسبتهم، هم بياخدوها. وبعدين ده ليك انت بالنسبه للعميل هو بالنسبه له احسن. الفكره وصلت؟ اسئله ثانيه في الموقع، اسئله في الموقع. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نقدم في وظيفه، مش عاوز حد يبقى ثاني هنا لو عارف ازاي يقدم في وظيفه، وازاي يكتب، وازاي يكتب يملى البيانات، وازاي يعرف ان العميل عمل له هاير، مش مجرد انه يبعت له مسج يبقى كده شغاله، لا لازم يعمل لك هاير ويجي لك ايميل انه عمل لك هاير ويجي لك نوتيفيكيشن فوق دهوت كده انه عمل لك هاير. تدخل ماي شوب، تدخل ماي شوب ده اهي، ثواني عاوز اجيب لكم الخانه بتاعت ماي شوب اهي، ماي جوب دي ده اهي، تلاقوا فيه عقد كده موجود، العقد اتفعل ونلاقي ان هو جالي النوتيفيكيشن دي تمام. لو العميل عايز يتواصل بالصوت انا افضل، افضل يتكلم على شيء الانجليزي افضل. هو انت بصي انا اوقات مثلا ايه اقول له ما عنديش مايك ممكن يكتب ماشي، بس فرض مثلا هو الوظيفه هو محتاج حد يرد له على تليفونات، محتاج حد الاكسنت بتاعته تبقى كويسه، فلازم يعمل لك انترفيو صوت لما انت مصممه ماشي. عادي دي حجه ممكن تمشي بيها، بيقول لي ما بعرفش اتكلم كويس بس اكتب كويس. لو انت حاجه مش شرط، مش عاوز، مش محتاج صوت في حاجه، انا ما عملتش غلط ولا انترفيو صوت ولا انترفيو صوت. اعتقد ليه ادخلوا تحت نهارت، ادخلوا على الابلكيشن او الداونلود بتاعته ليه على ما اعتقد، فريلانسر ليه ان شاء الله، ادخلوا على قسم الداونلودز اللي فيه. وانت بتدوني انت عارف جيز داونلود اللي هو الاوديسك تيم، الاوديسك تيم اللي هو اوديسك تيم اللي هو اللي يشتغل بيه بالساعه، هتلاقوا تحت الصوره بتاعتك انزل تحت كده بشويه في الخانه بتاعت صورتك كده وانت نازل بره، هتلاقي بقى في وانت بتدور كده هتلاقي فيه داونلود لحاجه من الاول سكرين ده على الموبايل. وبعدين الموقع اول سكرين اتفتح على الموبايل عادي، يعني كان موقع اي موقع، يدخل على المسج وتشوف العميل بيبعت لك ولا لا. تمام؟ اسئله ثانيه في اول ديسك. انا مش عاوز كل حاجه تبقى معروفه. ده برنامج موجود بتنزله، البرنامج ده لما تيجي تعمل شغلانه بالساعه بتشغله ماشي، بيبقى فيه كده خانه بيبقى مكتوب فيها اسم العميل اللي انت هتشتغل عنده، بيقرا اوتوماتيك اسم العميل ده لما العميل يعمل لك هاير ماشي، عشان برضه تعرف ان العميل ده لو بالساعه عمل لك هاير ولا لا، روح على البرنامج ده هتلاقي اسم العميل اوتوماتيك، تضغط عليه تشغله لما بتيجي تشتغل
ماشي، بياخد 6 سكرين شوت للشاشه بتاعتك في الساعه، 6 صور عشوائيين بيصور الشاشه بتاعتك 6 مرات في الساعه بطريقه عشوائيه عشان يتاكد ان انت شغال، ما بتطلعش بره تعمل سكايب، ما انت ممكن تشغل البرنامج وتقوم. تمام الفكره وصلت؟ واحنا مطبقين، بنشوف بس التسجيل عشان الكلام ما بيتكررش في التسجيل. ماشي؟ زي ما هو شايف بقى، يعني انا لو بسطتك يعني انت عميل وعملت لك كل حاجه كويسه هديك فيدباك وحش ليه؟ ما هو انت برضه بتدي للعميل فيدباك على فكره. يعني العميل لو غلس بيبقى في بتديله فيدباك وحش، وانت على فكره ما بتعرفيش هو ادالك ايه الا لما تعمل انت كمان. لا لا الفيكسد، لا الفيكسد بقى اتفاق بتاعك انت وهو بقى، تقول انا هاجي لك بكره كذا، مفيش تصوير فيه. ايه تاني؟ انا مش عاوز حد يخرج من هنا يا عم، و الناس كلها هتبقى متحمسه، وبالله عليكم دعواتكم اهم حاجه تدعمنا. ماشي، وان شاء الله قريب الناس تذاكر كويس تدرس كويس، ان شاء الله هيبقى في اربع، لما حتى المحاضره بتاعت طب فريلانسر كله ننسي، ما فيهوش اوري. ان شاء الله هنمدح كلنا. وان شاء الله يعني انا ما اعرفش المحاضره بتاعت الندوه بتاعت اسمها كانوا عربيه مفتوحه ما نزلتش ليه؟ انا قلت فيها كميه حاجات بصراحه، يعني ان شاء الله يعني هتبقى مفاجاه ليكم، منهم انها ان شاء الله هنعمل جروب هيبقى ان شاء الله اسمه مستر بيبو، جروب هيبقى في الموشن جرافيكس، في البروجرامر، في كل التخصصات، يبقى اربع اكونتات بريميوم على المواقع، الناس اللي عايزه تشتغل معانا تشتغل، اللي عايزه تشتغل مع نفسها تشتغل، يعني كل حاجه تبقى متاحه. ماشي، فهنبقى مجموعه جروبات كده يبقى لنا سايت، وهيبقى في هيبقى نظام شركه شركه، وهننقلها يعني في خلال سنه ان شاء الله هننقلها برضه للعالم الواقعي، هتشغل ناس من الفريلانسر وهتشغل ناس برضه في الحياه. لو حد يعرف اي جهه تقدر تنظم، احنا التيم كله جاهز، فريلانس فورابس تيم كله جاهز. يعني اليوتيوب شغال، حد شاف المحاضرة اللي فاتت؟ اليوتيوب بتاعها شغال. ماشي، اللي يعرف يوصلنا بيهم، يعني ماشي يقول لهم احنا هنعمل كذا كذا، انا هقول له هنعمل كذا، هم يعملوا ايفنت واحنا هنجي لهم يوم المحاضره، لان احنا بصراحه ما عندناش وقت نروح نتفق ونروح نلف على الناس، احنا مع الناس بنلف بكل حاجه، بس لو حد مثلا يعرف يوفق الحاجه دي عادي. احنا عايزين بصوا، المهم المحاضره بتاعت اليوتيوب شغاله، انا بنفسي دخلت شفتها، سمعت كلمتين كده وطلعت. المحاضره بتاعت اللي فاتت اللي شفتوها ولا لا؟ ثواني اجيب لكم اللينك كده، حد يجرب برضو. اهي ايوه شغاله ولا مش شغاله؟ اه شغال. لو محاضرة تانية هي شغالة. خلاص في ايه؟ ماشي في أي حاجة تانية؟ أنا بالله عليكم أنا عاوز أما الناس تيجي تشوف إن في كل حاجة اتسألت عن أوديسك، مش عاوز حد يخترع سؤال جديد في أوديسك، عاوز خلود تخترع كل الحاجة. والله العظيم ما نعرف، دكتور حسين ما بلغنيش أو قال لي على آخر الأسبوع، آخر الأسبوع هو ما كلمنيش، هما بيصححوا برضه عندهم مشاكل. لما تخلص تنزل على السايت بتاع الجامعه وهيعلنوا عنها وكل حاجه. يعني هي معايا وانا مخبيها؟ فريلانسر ان شاء الله الناس تدخل تعمل اكونتات على فريلانسر وتديني اللينكات بتاعتها برضو، عشان بس اوريكم ازاي طريقه تيملي. بصوا اما تفتح موقع فريلانسر البروفايل بتاعك هتلاقي فيه الحاجات اللي هتبناها موجوده تحت على الشمال. الحاجات اللي هتبناها موجوده تحت على الشمال. كل سنه تضغط عليها تملى تظهر لك صفحه، تضغط عليها صفحه وتملى البيانات كلها.
في اي حد عنده اي حاجه لسه في فريلانسر موقع الاغنياء، والله من الاخر فريلانسر بيتصنف كل شهر هو الاول، ما بيدخلش عليها من الاغنياء بس. في محاضرات ليه عن فريلانسر ازاي اشتغل عليه، ماشي. انا مش هشرح بقى الكلام بتاع اول ديسك ده هناك، لان في فيديوهات شرح فيها كل حاجه، ماشي. فلما تشوفوها لينكات هتلاقيه برضه في البتاع، اجيب لكم لو انتوا عاوزين اجيب لكم اهو. لو حد ممكن يحطهم عشان مش عارف، بس ما هو انا شارحهم في محاضرتين صغيرين، المحاضره تلت ساعه، شارحهم في محاضرتين صغيرين، المحاضره تلت ساعه، يعني مش زي بتاع مستمر ساعتين. اصل المناقشات اللي انتوا رايحين فيها دي شوفوا بتطول ازاي، عشان كده بخرجها بصراحه بتبقى رخمه وما حدش بينزلها. انا قلت والله، والله قلت تمام التسجيل ينزل شوف. والله ولا مختلف ولا حاجة، المواقع سهلة، هي نفس الفكرة بس التطبيق مختلف، لأن كل واحد عنده حقوق. أستاذ تامر، أستاذ تامر باختصار عشان أوصل البروفايل اللي ليا، بعمل بملى البيانات كل البيانات اللي في البروفايل بمليها، بعد كده بعمل الامتحان الليتنس تيست، بعد كده بعمل امتحان السكيلز تيست. يبقى الثلاث حاجات دول إن شاء الله وصلوا 100%. ماشي، وهتلاقي برضه احنا قايلينها وبالعملي في التسجيل، ماشي؟ مفيش فرق، هي فكره واحده بس المحاضرات بتاعت اللي بتالي موضحه كل حاجه، يعني ازاي اقدم في وظيفه، ازاي ازود عدد الوظائف بتاعتي، ازاي اختار العميل، كل ده بيتقال فيهم. فانا برضه هستنى اسئلتكم ولينكاتكم. صوت ايه مش فاهم؟ لو العميل ما عجبوش الشغل لحد الاخر، الطريقه الوحيده للتفاهم بالتحكيم بس. ما هو ممكن تتفاهموا مع بعض، لو ما تفهمتوش مع بعض بنلجأ بقى للطريقة العنيفة اللي هي الموقع يحكم بينكم. أستاذ تامر في إيه بس أنا مش واخد في إيه؟ صوتي في الخلفية دلوقتي ولا في المحاضرة؟ الاستاذ الطب هو اللي منتجه، يعني هو ده اللي بيقول عن تسجيل الجروب زي ده. يا ريت بقى التسجيل انت بس محمد تظبطوه مع بعض، وده يعني عشان بس لو في حاجات تبقى مختلفه في اي فيديو ينزل، مثلا النهارده كانت او ديسكربشن لجروب زي، عشان حتى الناس اللي تيجي بعد كده عاوزه تبقى تاخد فيديوهات جروب زي كلها مع بعضها، عشان ما تاخدش واحد من جروب كذا وواحد من جروب كذا، لان طبعا كل واحد يبقى في اسئله في حاجات اللي بقولها هنا قبل هنا وهكذا. كل واحد يعني نظام نتكلم في الامور دي بقى، مش هنا يعني، احنا هنا بس عاوز اسئله. حد عنده اسئله تاني كده؟ موقع او ديسك يا بنات يا شباب عنده فيه مشاكل؟ البروفايل بتاعي والاكونت بتاعي موجود، اي حد عاوز اي حاجه يكلمني، يعني ان شاء الله نقدر نوصله ده. يا رب او ديسك اللي احنا فهمنا هو اصلا ايه فكرته، محدش يشتغل الا لما يتعمل له هاير، محدش يشتغل الا لما يتعمل له هاير. ممكن توريه بعض العينات، تعمل له بعض الحاجات يتاكد منها، ماشي واياكم. خلاص كده ننهي المحاضره بقى. شكرا، شكرا لله. بياخد يومين او ثلاثه يتاكتف. ماشي، بس ما تعمليه من دلوقتي، ما انت لسه مش شغل يعني، يومين يبقى متاكتف خلاص. ده في اوديسك فريلانسر انا. فريلانس فور ارابس، ماله؟ ما هو انا كاتبه اهو، ماله الموقع ده؟
الموقع ده له إمكانيات معينة وهيبقى عليه حاجات معينة، أنا قلتها في المحاضرة بتاعة الندوة بتاعة الجامعة العربية المفتوحة، المفروض كده هتشوفوها أو هي إمكانيات، إنك ما عادش أنا كان كنت متاح لي بخمس دقايق للأسف، فما كنتش المفروض المواقع عاوز نص ساعة عشان أشرح، بس يعني قلت بنبذة مختصرة على هيبقى في إيه. ده لسه إن شاء الله هيبقى أول يوم رمضان، هيبقى فيه مشروع جميل جدا منها الجروبس اللي احنا هنعملها او الشركات اللي احنا هنعملها في كل المجالات، شركه في الموشن جرافيكس، شركه في الترانسليشن والرايتنج، شركه في الماركتنج، شركه في البروجرامر وهكذا. فيا استاذ محمد والاستاذ طيب ينسقوا مع بعض عشان يشوفوا الفيديو هيظبطوه مع بعض ازاي ويترفع ان شاء الله على اليوتيوب عشان الناس بس تستفيد. ويا ريت الناس، انا طلبت من الناس اللي عندها اي مهاره لو عاوز تشارك في فعل الخير تشارك معانا، سواء بالرفع الفيديوهات، سواء بالتسويق لينا، سواء بتعرف اصحابها، تجيب لنا اصحابها نعلمهم احنا الفكره. فاللي عاوز يشارك في فري ويبس ويب ستيم يكلمني برضه، اللي عنده وقت او كده، او برضه اللي عاوز يتعلم مهاره ومش عارف في ايه، يعني اي حاجه. شوف اللي انت اهم حاجه، انا قلت اللي يتعلم حاجه يبقى بيحبها، عشان لو الشغلانه اتاخرت فيها شويه يبقى حتى اتعلم الحاجه اللي بيحبها ما يزعلش.